دايما بنبتدي حلقتنا باهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي على الجرائد. الشروق اليوم: الاهلي يحسم موقفه النهائي من ازمه عقد الرعايه، ومجلس الاداره يناقش تقرير اللجنه القانونيه المعنيه بالازمه وخيار اجراء مزايده جديده الاقرب. الاهرام: الاهلي يجهز الاصابه بمباراه وديه لمواجهه الاهلي. الاخبار: الاهلي يجهز لاعبيه بوديه قبل مواجهه فاقس طيف، حظر اعلامي على اعضاء الجهاز الفني وتكريم ابطال اكتوبر. المثل: عقد هات الوفاق. فتحي وعاشور وسعد شاركوا في تدريبات الفريق بعد غياب. والاخبار المسائي: كارتيرون يندب حظه، الاهلي يخوض مباراه وديه استعدادا لسطيف وخليه نحل لتجهيز المصابين. اخبار الرياضه: كارتيرون يستغل زعيم الثغر في معركه دوري الابطال، علاج الاخطاء الشغل الشاغل للفرنسي ورفاقه. اخبار الرياضه: بعدما رفض باتريس يدخل القلوب بدعم غير محدود. اخبار الرياضه: احمد فتحي ارفض اهانه تاريخي.